السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع يخص طبقة كبيرة جدا من الشعب المصري، وناس كتير جدا النهاردة لما نزل الخبر ده بتتساءل والدنيا رايحة فين، وحصل حالة من شوية من القلق، لأن طبعا في أخبار نزلت إن الدعم كله هيتشال، والكلام ده مش مظبوط. وزير الكهرباء من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو متر ان يحصل على دعم. طبعا الموضوع ده عمل، لان طبعا الناس كلها النهارده قال لك خلاص كده احنا ايه، الدعم كله هيتشال والدنيا مش هتبقى كويسه وهندفع اكتر، ولكن لا، هو الموضوع مش بالشكل اللي هو تم. وزير الكهرباء من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو واط لن يحصل على دعم. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو واط شهريا لن يحصل على دعم من الدولة، وسيتحمل التكلفة الفعلية سعر الكيلو واط ساعة كاملة. وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلي ستكون 19.1% أقل من العام الماضي التي كانت 21%، مؤكدا أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعي خلال 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات آخرين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبقى كان الدعم ما اتشالش، ولكن في 3 سنين تانيين لسه مد فيهم الدعم، ولكن الزيادة اللي تمت 19.1%. وأضاف شاكر أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في عام 2015، وكان مخطط أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير سعر الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومساهمة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين. وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عليها رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021. وأشار الوزير إلى أن جميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، مشير أنه تابع جميع شكاوى المواطنين بنفسه. وقال شاكر أنه بنهاية العام الجاري ستكون شركة الكهرباء المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد. وأشار وزير الكهرباء أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمطالبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة وأكثر كفاءة. أسعار الكهرباء 2020، فاتورة الكهرباء 2020، شرائح أسعار الكهرباء في مصر، أسعار الجديدة فاتورة الجديدة، وموضوعات متعلقة بسبب زيادة تطبيق يوليو المقبل الثلاثاء. النهاردة الخبر ده طبعا 22 مليار جنيه، طبعا زي ما احنا قلنا في دعم الصناعة خلال ال5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار. يعني احنا طبعا مقدرين طبعا مجهود الدولة، ودايما احنا بنحاول نغطي الأخبار دي عشان خاطر طبعا في ناس كتير جدا بتتحاول ان هي تصطاد في الميه العكرة زي ما بيقولوا يعني. فطبعا الناس كلها النهارده كانت متخوفه ان يبقى في يعني ان الدعم يكون متشال كله، ولكن الكلام ده مش مظبوط. احنا حابين نطلع بس نقرا اللي نقول البيان بتاع وزير الكهرباء، ان الزياده اللي تمت 19.1% ده زياده الكهرباء، ومفيش اي خطوره ولا قلق من الكلام اللي كان بيتقال. في ناس حابة ان هي بس تصير فوضى، وحابة ان هي تعمل اشاعات في البلد. الكلام ده طبعا مش هيكون ليه وجود. الوزير محمد شاكر بصراحة من اكفأ الناس اللي بتشتغل، وراجل عملي جدا وراجل محترم جدا جدا، اتقابلت معاه مرة، ولكن بصراحة ربنا من الشخصيات اللي فاهمة قوي كويس شغلها، ومن الشخصيات اللي فعلا نجحت من بعد الثورة في جزء ادارة ملف الكهرباء. وبنشكر طبعا القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مد فترة ال3 سنوات من عدم ان شيل الدعم الكامل على المواطن، وان شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون احسن وافضل بيكم انتم.
كل سنة وحضراتكم طيبين، بس بستأذن حضراتكم في عمل اشتراك للقناة ولايك وتعليق للفيديو، وبشكر حضراتكم ومشاركة ليكم. كل سنة وحضراتكم طيبين وبشكركم جدا.